استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في قصر الصافرية هذا اليوم. سعادة السيدة لين لينزي سفيرة المملكة المتحدة الأسبق لدى مملكة البحرين، وقد رحب جلالة الملك المفدى بالسيد لين لينزي وذلك بمناسبة تعيينه مستشارا لمجلس التنمية الاقتصادية، متمنيا له التوفيق في عمله الجديد ومشيدا بالعلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين وما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تقدم وتطور في مختلف المجالات.